السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح نستعرض معاكم سماعة بوز الجديدة اللي هي الهيدفونز 700. طبعا قبل ما نستعرضها راح نتكلم معاكم عن الهيستوري او تاريخ السماعة دي. كبداية بوز نزلت الكيو كومفورت 35 النسخة الاولى، كان فيها مانع ازعاج او مانع ضوضاء اللي هي النويز كونسوليشن، لكن لازم تستخدم المايك. لو استخدمتها بلوتوث ما يكون فيها مانع ازعاج. طبعا برضو العلبة حقتها كانت نفس العلبة. وبعدها تقريبا سنتين او ثلاث سنوات نزلت الكيو كومفورت 35، طبعا اول واحد كانت 30 رقمها او شيء، مو 35 اللي ال 35 هذه نزلتها، وتقريبا سوت ضجة كبيرة. نزلت تقريبا ب $400 او $350. هذه انا استخدمها لي تقريبا من ثلاث سنوات، ممتازة جدا. العلبة حقتها ممتازة برضو، حلو حق السفر، مانع الازعاج فيها غير طبيعي. حلو فيها لحق الطيارة مثلا، تستخدمه في الطيارة ممتازة، لو تلبسها بس في الطيارة خلاص ما تحس بصوت الإزعاج الطيارة ولا شيء. العلبة حقتها برضو تحس انها جاية لحق طيارة اصلا، يعني مثلا فيها مدخل الطيارة، هذا محطوط علامة الطيارة برضو انك تركبها، فيها السلك حقها انك تركبها مثلا مدخل الطيارة، في مكان خاص فيه هنا. العيب اللي كانت تستخدم مايكرو يو اس بي، لكن ذاك الوقت يعتبر شيء طبيعي عادي لانه بعد انتشر مدخل العادي. كانت تستخدم تقريبا 19 ساعة او 20 ساعة كذا، او اقل تقريبا 15-18، ما ادري ذاك الوقت. اتوقع ما حد يهتم عمر البطارية لانك انت ما راح تحطها 15 ساعة. انا البسها يعني واسمع واروح الجيم مثلا واتحرك وارجع، ما تخلص لي مدة اسبوع اسبوعين يعني تتم عندي. ممتازة يعني، بتاخذها لا تفكر بعمر البطارية. هذه العلبة الأولى وهذه السماعة الأولى. بعدها بسنتين أو ثلاث سنوات تقريبا، السنة اللي راحت أو اللي قبلها، نزلوا الثانية، الجيل الثاني، ما فيه فرق بس زادوا عمر البطارية أكثر. الشكل نفس الشكل، حط فيه زر هنا لحق الأسيستنت، حق جوجل أسيستنت، تضغط عليه وتكلمها. ما أحس إنه لا أي قيمة أصلا، نفس الحركة نفس التصميم. الزر هذا يعني أقدر أضغط عليه وأكلم سيري أنا لو أضغط عليه، ما أدري ليش أصلا حطوها ونزلوا نسخة ثانية. في ذي الوقت اتوقع ان سوني كانت متقدمه قدام عليها. سوني عندها سماعات النويز كونسوليشن يقولون افضل من بوز، لكن انا ما استخدمت سوني ولا. اوكي ممتازه حلوه، لكن يكفي الشعار يعني، وين بوز وين سوني؟ لكن انا عارف بيقولون الناس لا سوني افضل. اوكي سوني افضل، لكن انا افضل بوز اكثر. اوكي بعدها بسنتين بالضبط تقريبا في رمضان كنت نايم، صحيت من النوم الا بوز نزلت سماعة جديدة، غيرت اسمها، ما ب 35 سمت 700 مثل ما نشوف. الشكل تغير، كل شيء فيها تغير. الاسيستنت حقها مثل ما نشوف من وراء تدعم جوجل اسيستنت، تدعم أليكسا، طبعا تدعم سيري برضو بس انه مو بالاعدادات، تقدر بس تلمس الزر تشتغل لك سيري في الجوال. تدعم الايفون مثل ما نشوف في برامج لها. العلبة حقتها برضو تغيرت، لو بنقارن العلبة نفتحها معاكم مثل ما نشوف. هذه النسخة القديمة فيها حركة الحافظة برضو هنا، تقدر مثلا يبني بعيد. اوكي فيها حركة الحافظة او حركة الجراب، مثل في جراب هنا برضو، في جراب من برا مثل ما نشوف، نقدر نحط لك تحط لك اشي هنا وتاخذها معك للطيارة. حلوة. الجديدة تغيرت مثل ما نشوف، هذا الكتالوج هنا وكل شيء. الجديدة لو بنفتحها معاكم نشوف ان السماعة على طول تنحط هنا. طبعا اوكي ما وريتكم السماعة الان لان بتكلم عنها بعدين. السماعة على طول تنحط هنا، تسقرها بس كذا اوكي وتركبها كذا بس وتسكرها. طبعا ما فيها جراب، ما ادري ليش شلتها، ما فيها الجراب ذا الوحيد. الحلو فيها انها تدعم اليو اس بي سي الحين، فخلاص يعني تشحن جوالك الاندرويد، تركبها مثلا في شاحن اللابتوب حقك، الابل، كل شيء، ما يحتاج تاخذ معها شاحن ثاني. موجود فيها برضو الى الان 3.5، اذا تبي تستخدمها تقدر تستخدمها فيه. حلو العلبة هنا مثل ما نشوف، هنا في مغناطيس يتسكر راس يمسك، بس نتمنيت يعني ان على الاقل حاطين جراب او شيء تقدر تحط اغراضك ثاني فيها، بس للاسف ما حطوا. طبعا اوكي الى الان تجي بلونين، حتى القديمة تجي بلونين، يعني هذه القديمة برضو تجي بلونين، لون الرصاصي ولون الاسود، برضو هذه لون الرصاصي ولون الاسود. انا تمنيت ان تكون هذه الشكل حق النسخة القديمة، هذا الشكل نسخة جديدة. هذه فيها فخامة أكثر بالنسبة لي، يعني الشكل يعني الكواليتي حقها أحس إنه أفضل بكثير من ذي. يعني هذا بوجهة نظري، أوكي يعني لا أحد يقول لي أوكي يوتيوبر الثانيين قالوا إنه لا ذي أفضل، هذا وجهة نظري، شكل ووجهة نظري. يعني حركة ذي ما بعجبتني، حركة
التطويل والتكسير للحركة ما بعجبتني، هذه أفضل بكثير يعني. أوكي خلاص هذه موجودة على طول تتحرك كذا. برضو الحركة الثانية إن مثل ما تشوفون هنا القطن هنا جاي زي المقوس، حلو الملمس حق أفضل من القديم. القديم شوي جاي زي المخمل، هنا زي الجلد ما أدري كيف، لكن القديم جاي شوي أكبر. فلو ألبس السماعة معاكم عادي، لو أحركها أرفعها نزلها عادي، لو أحرك واحدة مثلا بكلم واحد وأرجع حركة حلوة تشتغل معاني أو أقدر أستخدمها كذا. هذه الجديدة لا، يعني كذا مرة أني حطيتها ما سمعتم ترى، أوكي ما سمع حتى صوت الهواء، وآسف على إزعاج صوت الهواء، وآسف برضو على صوت الرعد أو البرق، شو كنت بتمطر فلازم أطلع بسرعة أرجع يعني نخلص الفيديو بسرعة. المشكلة أنه هنا مثل ما قلت لكم دائري، فإذا لبستها أوكي يعني أو حركة خفيفة كل مرة شو تنقلب عندي لأنه ما تثبت، تنقلب تطلع تطيح كذا مرة طاحت مني. فتمنيت أن ذل معرضين شوي علشان يمسك على راسك، لكن ملمسه حلو برضو، فيها الحركة أن تتعوج مثل ما نشوف حتى القديمة تتعوج ما راح تخترب عندك ولا شيء، مرني يعني مثل ما نشوف يعني إذا راسك الصغير يركب، إذا راسك كبير تقدر تستخدمها. برضو الجديدة برضو الحلو فيها أن المايك يعني ألبسها صوت هواء ما أدري كيف، فيها سحر ما أدري يعني، ألبسها وأكلم واحد من الشباب ما يسمع صوت الهواء، أقول له أنا أسمع صوت الهواء هو يقول ما أسمع صوت الهواء. فيها ثلاث مايكات أفضل من ذي تقريبا، ذي فيها مايكين، ذي فيها ثلاث مايكات، المايك الثالث تقريبا حق الهواء، فأنت تشغلها المايك يسمع الإزعاج اللي عندك ويعزله عن المايك، ففي حركة سحر ما أدري كيف. وبرضو لو نتكلم عن الأزرار، هنا الأزرار ما يحتاج تدرسها يعني حفظتها بسرعة. هنا زر وحيد تشغيل تطفية، برضو إذا شغلتها تسحب عليه هنا زيادة تشتغل عندك، تقول تبي تشبك على جهاز ثانية. ثلاث أزرار هنا، الزر الأول يطول، الزر الثاني يقصر، الوسطي تقدر تشغل أليكسا أو أي جهاز عندك وتوقف الموسيقى تشغل الموسيقى، هذا اللي فيه. مايك هنا صغير لحق الضوضاء، المايك الثاني هنا موجودين، الـ NFC برضو موجودة، صرت تستخدم أندرويد NFC. بس هذه كلها ما فيها لمس أو تاتش ما فيها. أوكي الجديدة لغز، الجديدة إلى الآن ما فهم لها يعني لازم تدرسها. زر الباور هذا هو، وبرضو تضغط عليه مطول راح تشتغل حق تشبك على أجهزة ثانية. الزر هذا لحق توقف الموسيقى تشغل الموسيقى مرة ثانية. الزر هذا مانع الإزعاج، مانع الإزعاج هنا تقدر تسويها بالبرنامج حقك، تنزل البرنامج ومثل ما تشوف البرنامج تضغط على الزر الأول تخليه مثلا تسوي له كاستم حق ثلاث ليفلات، تسوي مثلا 10% مانع إزعاج، 5% مانع إزعاج، 7%، 90% بكيفك أنت تستخدمهم. وبرضو اللمس هنا، السماعة القديمة كان فيها ليفلات في الكواليتي أو الحق مانع الإزعاج، الليفل الأول أوف، الثاني لو نويز كونسليشن، الثالث هاي كونسليشن أو نويز كونسليشن. الجديدة فيها 10 أو تقول 11 مع الصفر، فتقدر تحدد 10 مستويات عندك وال11 هو صفر تطفي النويز كونسليشن. تقدر تسويها كلها بالبرنامج حقك يعني تفتح البرنامج وتسويها، وإنك تسوي لها كاستم حق الزر نفسه للمي. طيب هنا مثل ما قلنا لكم في هنا لمس، وأنت تلمسها أول مرة تلمسها تشتغل عندك. أتوقع الحين لازم نرجع الشقة ونكمل معاكم هناك الجو مدري ما نشوف. أوكي نرجع معاكم الشقة. اوكي نرجع معكم، اسفين على اللي صار برا يعني، كنت اتمنى ان اغير جو يعني اطلع برا وكل شيء. في الشتاء ما اقدر اطلع برا، ليش؟ لان الثلج، ما اقدر اصور لكم برا وهواء وثلج وكل شيء. في الصيف اذا حصلنا يوم قبل شوي والله كان شمس شوي صار غيب، قلت خل اطلع بسرعه قبل ما تطيح مطر، قلب هواء طاح مطر. المهم نرجع معكم السماعه يعني خلاص من المطر. لو نتكلم عن المايكات، المايكات في القديمة فيها 6 مايكات، طبعا مو كلها حق الصوت، لا في واحد حق مانع الازعاج، في واحد مثلا يلقط منك الضوضاء اللي حولك ويكنسلها ويعزل حق الشخص وانت تتكلمه، فهذه القديمة. الجديدة فيها 8،
6 منهم لحق وانت تسمع الموسيقى يعزلون لك الاصوات الخارجيه، 2 منهم لحق المايك وانت تتكلم عن الاشخاص اللي حولك، مثلا تكلم شخص احيانا يبي يعزل عنك مو بالاصوات بس الهواء والاشياء ذي كلها. يعني بالعربي استخدم ثنتينهم بتكلم شخص، هذا راح تشوف فيها امبروف اكثر او تحسين اكثر في المكالمات، لكن هذه يعتبر ممتازه الان، ممتازه يعني عندك هذه ممتازه، ما يحتاج انك تشتري ذي حق المايكين الزياده اللي فيها. بس تقريبا يعني لو بتكلم معاكم من الاشياء الثانيه اللي بتكلم معاكم من اللمس، يعني مثل ما قلت لكم هذه اللي يبي لها لغز. فلو نجي لحق اللمس، مثل ما نشوف هنا مكان اللمس، لو تلمس مره واحده توقف مثلا الموسيقى، تلمس دبل مرتين جات المكالمه ترد على المكالمه، تبي تسوي مثلا لا مشغوله جات المكالمه تلمس المره الاولى والمره الثانيه تسوي لك هولد تخليك ضغط عليها او لامس عليها، المره الثانيه راح تسوي لها مثلا مشغول حق الشخص اللي دق عليك. الفوليوم اب وداون، مثلا مشغل موسيقى تقدر ترفع الموسيقى كذا وتنزلها كذا، حركه اللمس حلوه. لاصد مثلا تبي تغير موسيقى تلمس قدام هنا، تبي ترجع حق الموسيقى اللي قبل ترجعها كذا، فحركه حلوه في اللمس احسن من القديمه. صح القديمه الا ضغط ازرار، لكن ابيك تحفظ هذه الحركه. اما برضو في صوت السماعه، هل في فرق بين صوت السماعه القديم والجديد؟ في فرق خفيف يعني، لو كانت عندك سماعتين ثنتين وتلبسها تحس بفرق. انا بالنسبه لي ما حسيت اصلا يعني الكواليتي منخفض في السماعة القديمة، في الصوت جودة الصوت ممتازة وعالية، ويعني ما توقع انه فكر انه يكون افضل منها. لكن البعض يقول لك السماعة القديمة الكواليتي حقها مو كويس، بالنسبة لي شفتها كويس. انا الجديدة في تحسين، لكن تحسين تسمع اذا كان عندك السماعتين بتجربها ثنتين، لما تلبس واحدة وتفسخها وتلبس الثانية راح تحس بالفرق. الشيء اللي ما عجبني فيها اول ما شقلها القديمة، اذا لبستها وتشقلها راح تقول لك مثلا على الاجهزه اللي شابكه نفس الجديده برضو تقول لك الاجهزه اللي شابكه، لكن القديمه راح تقول لك نسبه الباتري. الجديده اول ما تشغلها يعطيك الصوت ما ادري يعني مسوينها حركه الباك جراوند او شيء نفس ويندوز او شيء، اول ما تشغلها الصوت ذا اللي مسوين حركه ثانيه تشغلها يطلع لك الصوت، تقدر تكنسل تقريبا من الاعدادات، لكن ما ادري ليش حاطينها. وبرضو ما راح تقول لك نسبه الباتري، يمكن بعض الاشخاص يقولون شيء كويس، لان راح تقول لك كم ساعه عندك في الاستخدام. مثلا تقول لك مثلا باقي لك 6 ساعات، القديمه لا تقول لك مثلا نسبه الباتري فيها 50% 40%، هذه ما تقول لك نسبه الباتري، تقول لك كم باقي لك في الاستخدام. فبعض الاشخاص يفضلونها بعض الاشخاص ما يفضلونها. بالنسبه لي افضل القديمه انها تعطيني نسبه الباتري وبس. طيب لو نجي لحق السعر، اول حاجه الباتري تتم معك يعني شحنته فل باليو اس بي سي تتم معك 20 ساعه متواصل. ما ادري هل في شخص بيسمع موسيقى وبيكلم 20 ساعة، فممتاز لك. الوزن حقها 0.56 باوند، ما ادري كم بالجرام بكيفك انت تحوله. النويز كنسليشن مثل ما قلت لكم 11 ليفل، تقدر تشبك على الجهازين في نفس الوقت، حركة حلوة. اليو اس بي سي في موجود فيها، البلوتوث الرينج حقه لو انك تشبك عليه مثلا تترك جوالك وتروح يوصل لك تقريبا مسافة 33 فيت. وهذا النوع متوفر بلونين الرصاصي والاسود مثل ما قلت لكم. سعرها ب $400 الى الان، يعني توها نازله ب $400. تشتريها من وين؟ من السعوديه، من دول الخليج، من اي دول في العالم ما ادري. شاريها من موقع بوز انا في امريكا، كتب www.bose.com وشريتها من هذا اللي اعرفه، يعني ما ادري هل بتنزل السعوديه الان تتاخر ما ادري. ففي النهايه مثل ما قلت لكم الشكل او الديزاين اوكي صار سلم افضل من القديمه، القديمه كانت اكبر مثل ما نشوف، لكن احس هذه الجديده يعني الفخامه اللي صايره فيه، يعني هذه كانت فيه فخامة هنا شالت صارت أنحف يعني أخف في حق الرأس، أنا ما حسيت بفرق أصلا. هذه M10 فتوقع أن القديمة كانت أفضل، بس ما أدري ليش كل واحد وذوقه. يعني هذه الحركة ما بعجبتني إلى الآن، ما بعجبتني ما أدري كيف يعني أطول وأقصر في الحركة مثل ما نشوف، ما أدري أحس القديمة أفضل. القديمة خلاص نعرف المكان كذا من هنا، وأحس أنه حتى التعليقة حقت يعني ممسوكة بجهتين أفضل من الجديدة أنها ممسوكة بجهة واحدة. أنتو كيفك يعني كلها رأيك. لو بيجي لحق الفوم اللي هنا يعني المخاد حق الأذن، حس أن القديمة أفضل وأخف، يعني هي شوي هنا في خشونة هنا القديمة، مثل ما نشوف أصلا حتى الحشوة حقتها فرق بكثير بينها وبين الجديدة مثل ما نشوف. اوكي هنا السماكة اعلى، لكن حتى لو بحطها للاذن هنا اريح للاذن عندي. حلوة ممتازة، انصح باي شخص ما عنده السماعة القديمة يشتري جديدة، ما انصح اي شخص عنده السماعة القديمة يشتري جديدة. اوكي فهمنا، عندك قديمة لا تشتري جديدة بالنسبة لي، وانتو كيفك. اما ما عندك قديمة لا اشتري جديدة انصحك فيها.
اللي ما بعجبني فيها اتوقع كل السماعات، هذا اللي يخليني ما البس اكثر، افضل الايربودز لحق خصوصا في الصيف، لان البسها اروح فيها الدوام، اوصل الدوام في الصيف مدخل اذاني في سونا، يعني افتحهم اكرمكم الله عرق كلها هنا، تعرق بالاذن بقوه، فشته حلوه يعني البسها وتمشي فيها شتاء. السبب الوحيد انه يعني لو ما البسها لازم البس لحق شيء حق الاذن بما انه هنا برد، اما البس دي واطلع بها برا تدفي اذني بعد، فحركه حلوه ممتازه. ما اتوقع هذه الاشياء كلها، وهذه نصيحتي، وهذه الاشياء اللي حسيت فيها حلوه بمده استخدامي لها تقريبا الى الان اسبوعين. هذه عندي شيء ثاني اقوله، حبيت اني بس اوصل لكم المعلومه واسوي لكم مراجعه لحق السماعه. نشوف مثلا لو بتكلم معاكم عن المايكات، مثل ما نشوف هنا باين مثلا الفتحات هنا حق المايكات، هنا الفتحه وهنا، نجي الجهه الثانيه مثل ما نشوف هنا كيف المايكات هنا موجوده وهنا موجوده برضو مايكات، غير المايكات الصغيره اللي موجوده في الجوانب، وهنا فوق برضو مايكات مثل ما نشوف، يعني الفتحه كبيره حتى حق المايك. اوكي يوم مثل ما نشوف نجي الجهه الثانيه برضو، يعني بوز ابدعت في خلال المايكات والصوت. يعني انا لبست وكلمت واحد من الشباب قلت له في صوت هواء، قال لي لا ما في شيء، كلمته يوم وصلت الشقه قبل ما اخش طفيتها، كنت اكلمه بجوب الايفون يعني بالمايك الايفون، قلت له شلون الحين؟ قال لي فرق كبير الحين اسمع حتى خطواتك وانت تصعد الدرج بهذه، يقول ما كنت اسمع حتى خطواتك وانت تصعد الدرج، ففي فرق كبير كواليتي. يعني انا فكرت فيها البدايه كيف المايك راح يكون ممتاز وانا لابسها كذا، يعني في مسافه طويله كيف الصوت، بس انه فيه سحر، يعني تعزل اللي حولك، تعزل الهواء، انت تسمع الهواء لكن اللي تكلمه ما يسمع الهواء، لان المايكات تجذب الهواء وتعزله، المهم ان اللغز اوكي فيها سحر. بس هذا الفيديو كله، ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، واذا حسيتوا اني تعبت على الفيديو يعني طلبت السماعه وكل شيء عشان عيونكم واسوي لكم ريفيو، فكرمونا بس بالاشتراك ونشر المقطع، يعني تنشرون المقطع اشوف مشاهدات كثيره تفرحني وتخليني اسوي فيديوهات ثانيه. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من صالح دعاكم، والسلام عليكم.